جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع خالد أزهري حميدان من السودان يسأل ويقول: عند بعض الناس عادة وهي الحلف بالطلاق عند البيع والشراء في الأسواق، هل هذا الطلاق يقع على أزواجهم علما بأنهن لا يعلمن بذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا لا يجوز للإنسان أن يحلف بالله أو يحلف بالطلاق عند البيع والشراء، لأن ذلك مدعاة للكذب والغش وخداع الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجلا جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وقال صلى الله عليه وسلم: اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة. يتجنب المسلم الحلف عند البيع والشراء ما لم تدعو إلى ذلك حاجة، ويكون صادقا في يمينه. والله تعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. حفظ اليمين يعني أن لا يحلف إلا عند الحاجة ويكون صادقا، ولا يستعمل اليمين للكذب وخداع الناس. وكذلك الطلاق، لأنه لفظ خطير ويوقع الإنسان في الإثم، فيتجنب الحلف بالطلاق لا سيما عند البيع والشراء، لأنه كلمة لها خطورتها ولها آثارها. وإذا وقع للإنسان شيء من ذلك وهو كاذب، طلق وهو كاذب، فعليه أن يسأل أهل العلم. أما ما دام لم يفعل هذا فإنه يتجنب هذا ويبتعد عنه. نعم.